معايا خبر لطيف النهارده، يمكن ما قلتوش في فقره الاخبار في السادسه حلقه النهارده، بس يعني هقوله مع ضيفي ونجمي النهارده في السادسه كابتن سعيد عبد العزيز اللي برحب بيه طبعا، منور الدنيا في السادسه واهلا وسهلا بيك، ومبروك طبعا الفوز الاول للاهلي في بدايه المشوار بدايه الموسم ده. الحمد لله. طبعا في البدايه يعني انا مبسوط ان ببقى موجود مع حضرتك دايما يا استاذ احمد، يعني كل معلوماتك بتلم كل حاجه احنا بنحب نسمعها النادي الاهلي، فانا ببقى مبسوط وانا موجود معاك، وبتمنى لك دايما التوفيق، تنور الدنيا كابتن والف سعيد. مبروك طبعا للنادي الاهلي الفتره الله اللي فاتت. يبارك فيكم، وان شاء الله مجرد بدايه طبعا والجايه احلى ان شاء الله باذن اكيد. الله. خليني اخد رايك في، كنت بتكلم النهارده على فكره البراندنج، وانه الرياضه النهارده بقى في جزء منها بيزنس واقتصاد، وازاي النادي الاهلي بيعرف يستخدم ده في توفير موارد ماليه، سواء من خلال الرعايه، سواء من خلال التيشيرت، سواء من خلال حقوق البث. وحاجه يمكن انا بستبق فيها الاحداث بس اقدر اراهن عليها وانا مطمن، يعني في بطني بطيخه صيفي زي ما بيقولوا. النهارده في خبر عن فريق توتنهام الانجليزي، الفريق ده او اداره النادي تلقت عرض من شركه جوجل او منصه جوجل، المنصه الاكبر طبعا على مستوى العالم، ان هم يسموا الملعب طبعا ده على عهده ذا سان البريطانيه، انه الخبر ده انه في عرض ان هم يسموا ملعب توتنهام باسم جوجل. احنا شفنا طبعا التجربه دي قبل كده في انجلترا تحديدا، شفناها مع المان سيتي في ملعب الاتحاد، شفناها في ملعب الاميريتس مع الارسنال، والنهارده جوجل بتقدم عرض لنادي توتنهام، وتوتنهام من الانديه اللي ماليا يمكن تبقى اوضاعه مش احسن حاجه، يعني طبعًا. اعتقد نادي عليه ديون كبيره جدا، بس انا اللي انا بتوقعه انه ان شاء الله باذن الله ملعب النادي الاهلي الجديد هيكون الاهلي برضو رائد في الفكره دي، وهيتم تسويق اسم الملعب واستغلال اسم الملعب للترويج لواحده من الشركات العالميه. وما تقدرش النهارده تفصل الرياضه عن البيزنس وعن الاقتصاد يا كابتن سعيد. طبعا هو انت من غير، احنا قلنا هي المنظومه كلها استثماريه، انت بتستثمر في اللعيبه اللي موجوده، بتستثمر في زي ما حضرتك بتقول في تيشيرت نادي الاهلي الجديد، اسم النادي الاهلي نفسه هو اللي بيستقطب المستثمرين عندك بدليل طبعا اكيد طبعا ناس كتير جدا يعني عايزه تدخل حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. عشان كده لو احنا فكرنا حتى رجعنا حاجه بسيطه كده، بنبارك طبعا للبشمهندس عادل القي في البدايه، بس الاول طبعا يعني بدون اي انتماءات الاول يعني نتمنى عوده الكابتن محمود الخطيب بالسلامه ان شاء الله باذن طبعًا. الله تعالى، طبعا شافي معافي ان شاء الله باذن شاء الله الله تعالى، باذن وكل الله مرضانا ومرضى يا رب المسلمين يعفو يا ان رب شاء ان شاء الله. الله باذن الله تعالى. بنبارك للبشمهندس عادل القيعي طبعا على رئاسه الشركه، وده يمكن نقطه تحول، هو ده بقى اللي حضرتك بتقول عليه، هو اللي ازاي بيعرف يستقطب الرعاه، اي حد عايز يعمل حاجه في النادي الاهلي اظن طبعا من خلاله عن طريقه هو، لان علاقاته طبعا كبيره جدا. انت كمان بتحط فلوسك في مكان عارف ان انت هترجع لك الفلوس تاني، يعني مش مستثمر. احنا بنشوف الدرجه الثانيه دلوقتي معظم الانديه بتستثمر لكن بتخسر، النادي الاهلي بفضل ربنا بيحط الحاجه وعارف انت ايه المقابل بتاعها، لان انت مستوى اللعيبه نفسهم مش بياخدوا شيء صغير لكن بياخدوا مبالغ كبيره، فانت لازم يبقى عندك الامكانيات اللي توفر للعيبه. صحيح. واحنا بنتكلم على الميركاتو من يومين قلت انه لو رابطه الانديه او اتحاد الكوره، يعني ما اعرفش مين الجهه المختصه بتطبيق قانون اللعب المالي النظيف، لو بيتطبق عندنا في مصر كان الميركاتو اللي حضرتك شفته ده ما كانش طبعا. حصل ولا حتى ربعه. طبعا. يعني قيمه العقود، حجم الصفقات، عدد الانتقالات، حقيقه السنه دي يمكن يكون رقم قياسي واستثنائي في تاريخ الكره المصريه. هنقول ليه؟ هنقول ليه؟ شايف الميركاتو ازاي السنه عموما، يعني مش بس بتكلم عن الميركاتو الاهلي، عموما شايف الميركاتو والانتقالات هيكون مؤثر ولا هي مساله تبديل وتوافيق؟ يعني ده ياثر على مستوى المنافسه، ياثر على قوه الانديه، ياثر على قوه البطوله السنه اللي جايه، ولا مجرد لعيبه بتتنقل من هنا بتروح هنا والنتيجه في النهايه او المحصله مش كبيره قوي؟ اولا هو هياثر، مش طبعا انت عشان تعمل عمليه انتقالات بالعدد الكم او زي ما حضرتك بتقول كده، احنا في النادي الاهلي بنقول احنا بنجيب الكيف مش مظبوط. الكم، فاحنا اخترنا لعيب او اثنين او ثلاثه لان احنا عندنا فرقه كبيره ما شاء الله، يعني عندنا فرقه قويه جدا. لكن لما نيجي نحسب السنه اللي فاتت، بس عشان الناس بتفكر ان الاهلي كان مش كويس او لا، تعالى نرجع بقى ورا شويه، انت كان عندك من تقريبا لحد اعدهم لك بالظبط عشان بس يبقى في مصداقيه، انت كان عندك الجونه، ايستر كومباني. طيب تسمح لي اكمل الجزئيه دي معاك عشان هندخل فيها في تفاصيل طيب كتير قوي، هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن سعيد عبد العزيز. كنا قبل الفاصل بنتكلم مع كابتن سعيد على فكره الميركاتو وتاثيره مع حجم الصفقات وحجم الارقام اللي دفعت في كتير من اللاعبين اللي اتنقلوا من انديه لانديه او اللي جم حتى جداد من بره، تاثير ده على مستوى البطوله، على مستوى الكوره، على قوه المنافسه. يمكن في الفاصل كان كابتن سعيد بيقول لي احنا كنا شايفين المنافسه تحت
ودي كانت حقيقه طبعا في النسخه الاخيره من الدوري. المنافسه تحت كانت اقوى بكتير جدا من المنافسه على لقب البطوله نفسها. الفرق اللي كانت بتنافس على الهروب من صراع الهبوط لدوري الممتاز به كانت اكتر بكتير، وكان فيها انديه كبيره وانديه شعبيه. هل الصوره ممكن تختلف مع الميركاتو ده؟ هل ممكن نشوف ان المنافسه فوق هتبقى اقوى، هتبقى افضل من الموسم الاخير؟ وده كان السؤال، ونسمع رد كابتن سعيد عبد العزيز. زي ما حضرتك بتقول، احنا السنه اللي فاتت يعني مش عايزين نقول الدوري يعني مش عايز اقول يعني كلمه كبيره، ان الدوري كان خداع، بمعنى ان انت نادي الزمالك الامور كانت ماشيه معاه بشكل كويس، نتيجه ان معظم الفرق لو احنا عديناهم حتى كده مع بعض هنقول استر كومباني، الجونه، المقصه، المقاولين، غزل المحله، اسماعيلي، امبي، سيراميكا قاعد باربعه او خمسه بونت، البنك الاهلي، الاتحاد السكندري، المصري، ادي 11 فرقه كانوا بينافسوا، كانوا قريبين من الهبوط. فمعنى كده وعندهم امكانيات، انا بكلمك عن لعيبه زي الاتحاد المصري، في انديه سيراميكا، مقاولين العرب، الجونه، ودي مفاجاه طبعا نزول الجونه طبعا، يعني متوفر امكانيات كبيره جدا. هل انت ما كانش عندك لعيب؟ لا، جبنا لعيبه وكنا دافعين فلوس ودافعين فلوس كويسه، لكن يعني بان ان الدوري مش قوي بجد. يعني بامانه الدوري مش ما كانش قوي، الدوري كان قوي تحت، احنا كنا بنستنى الماتشات مين هيلاعب مين، لكن السنه دي ظهور عدد كبير قوي انتقالات اللعيبه، ووجود رجوع كابتن ايهاب جلال طبعا المصري بعد فتره، محتاج، مش عايز اقول لك احنا كنا بنتكلم على ان هو محتاج يرجع تاني نفسيا او يثبت نفسه من اول وجديد، فلازم هيجيب لعيبه تشيل النادي المصري. يمكن وجود كامل ابو علي موفر له كل الامكانيات. ايوه، الحاج محمد مصلح نفس الكلام في الاتحاد السكندري، عاملين انتقالات كبيره جدا، المحله جايبين لعيبه كويسه. معظم الانديه اللي هتعاني اللي ما اشترتش، بالذات اللي طلعوا الداخليه، اسوان، الانديه اللي صعدت. لا، اسوان عامل ميركاتو طبعا، كابتن ربيع ياسين طبعا مدير فني لا غبار عليه، طبعًا اسم طبعًا تريد مارك زي ما بيقولوا، مع هيثم عرابي عامل صفقات طبعًا. برضو وصلت اعتقد اسوان ايه وصل 20 صفقه تقريبا لغايه دلوقتي، تقريبا 20. وهم عندهم كمان المستشار الشافعي، حاجه يعني عامل زي الجندي المجهول. يعني تراهن على اسوان السنه دي يبقى حصان اسود للبطوله ولا ما يعني اتمنى لان انا كنت ماسك كيمة وعرفت قيمه اسوان لما كنت في اسوان. يعني الناس بتعشق اسوان، اتمنى زي ما بيقول عليهم تماسيح النيل. اتمنى السنه دي ان شاء الله مع كابتن ربيع يعني حته كمان اهلاويه. انا اسوان دايما من الفرق يعني ما اعرفش، في حته كده بحبها طبعا، في حته متعاطف معاهم، يعني دايما بحس انه لا انا عايز اسوان على الاقل يفضل في الدوري او يبقى من الانديه اللي يعني مستقره في الدوري، ما يفضلش يطلع وينزل يطلع وينزل. الطيبه يا استاذ احمد اللي موجوده في اهل اسوان ده طيبه وكرم، لان انا بقول لحضرتك كنت ماسك كيمة، فلما كنت بروح للاستاد عشان امرن والكلام ده، فكنت بشوف بقى جمهور اسوان. ايوه، مش ممكن يا كابتن احمد على الطيبه فاتمنى ان شاء الله السنه دي. تحيه لاهل اسوان طبعا، ناس يعني طبعا فوق العشرة على عشرة، يعني انا بحب اهل اسوان جدا. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله الدوري السنه دي يبقى يظهر بشكل كويس، واكيد هيظهر بشكل كويس، لان زي ما بتقول الانتقالات في محلها. صحيح. طب تعالى اخد معاك كده جوله سريعه ونستعرض مع برضو الناس اللي بتتابعنا الجنسيات او مشاركات الاجانب المحترفين في الدوري المصري السنه دي. الحقيقه في ارقام بالنسبه لي كانت مفاجاه، وفي جنسيات كمان كانت مفاجاه اكتر من الارقام نفسها. طبعا اعلى جنسيه موجوده او اعلى عدد للاعبين محترفين اجانب في الدوري المصري هي الجنسيه النيجيريه، 16 لاعب نيجيري بيلعبوا في مختلف الانديه المصريه. تونس طبعا وشمال افريقيا تالقت معظم الاسماء اللي انضمت للانديه المصريه في السنوات الاخيره، تونس في المركز الثاني 13 لاعب، فلسطين ليها 5 لاعبين محترفين في انديه الدوري المصري، المغرب 5، الجزائر 4 لاعبين، بوركينا فاسو 4 لاعبين، كوت ديفوار او ساحل العاج 4 لاعبين، غانا 4 لاعبين، وغينيا 3 لاعبين. عندنا تنزانيا في 2 لعيبه من تنزانيا، في 2 لعيبه من هولندا، احنا نسينا اوغندا عندها 3 لاعبين، ثم تنزانيا 2 لاعبين، ثم هولندا عندها 2، في 2 لاعبين جايين من هولندا في الدوري المصري، واحد منهم محترف في اسوان وواحد ثاني بيلعب في سموحه. تمام. وعندنا من الكاميرون 2 لاعبين، مالي 2 لاعبين منهم طبعا دبابتنا العظيمه اليو ديانج، عندنا السنغال 2 لاعبين، عندنا انجولا 2 لاعبين، عندنا الجابون لاعب واحد، وبنين لاعب واحد، ثم الأردن لاعب واحد، توجو لاعب واحد، صربيا
لاعب واحد، البرازيل لاعب طبعا نجمنا برونو سافيو، صفقه الاغلى ويمكن الاقوى والافضل في الموسم الحالي، غينيا بيساو لاعب واحد، موريتانيا لاعب واحد، اثيوبيا واحد واحد لاعب واحد، والسودان لاعب واحد، وثم كولومبيا في لاعب محترف من كولومبيا في الدوري المصري، ليبيا لاعب، ومدغشقر لاعب واحد. دي قائمه او عدد اللاعبين المحترفين الاجانب وجنسياتهم. طبعا كوكتيل يعني اوروبا افريقيا شمال افريقيا اسيا، عندنا فلسطين وعندنا الاردن، فبالتالي امريكا الجنوبيه في منها كولومبيا في منها البرازيل، فيعني برضو بنتكلم على انه السوق بقى غني بالجنسيات. هل شايف انه الاسماء دي او الاعداد دي او الجنسيات دي مفترض انه تمثل اضافه كبيره كمان للكره في مصر؟ والله هو احنا ما احنا هنتكلم على نوعيه القماشه اللي موجوده وجايه رايحه فين. يعني انت بتتكلم مثلا على البرازيل، بنتكلم على سافيو، صفقه غاليه جدا طبعا مكلفه، بس جاي النادي الاهلي مش هيقدر عليه. والله بمقارنه باسعار الاسعار المحليه يعني والارقام اللي الاهلي سمعها في طلباته لانتداب لاعبين محليين، برونو سافيو يعتبر صفقه رخيصه جدا. احنا افتكر حضرتك احنا قلنا لازم نتجه امريكا اللاتينيه، قلنا الامريكا اللاتينيه عندهم ناس بتفكر ولو انت دخلت اكتر، وخد بالك هتبدا الفتره الجايه هيبدا زي ما كده. جينا في تونس دلوقتي كان في 2 لعيبه، بدا يبقى في 13 لعيب، المغرب، تونس، البلاد القريبه اللي حوالينا دي فيها لعيبه كويسه جدا، لكن انت بتتكلم على اللعيبه اللي بره. مظبوط. انا شايف ان يعني وجهه نظر شخصيه ان نعمل تقنين لعدد اللعيبه الافارقه لان بقوا زياده قوي في مصر، يا اما نجيب اللعيب المميز اللي هو يفيد الفرقه، لان انت بتتكلم خد بالك في امكانيات، في امكانيات يعني في انجلترا طبعا عشان دوري قوي جدا وانديه غنيه جدا، فحاطين معايير منها مثلا شرط انه يكون لاعب دولي، منها مشاركته مع المنتخب مش عارف تبقى يعني يقدر يعمل ده، لكن هنا خد بالك القصه غير، وفي انديه امكانياتها الماديه يعني ما تسمح لهاش انها تتحرك في مساحات واسعه وهي بتدور، فبتروح تدور على صفقات تقدر تنتدبها، وخصوصا كمان انه النهارده لما تيجي تدور على اسم لاعب مصري بتسمع ارقام صحيح. يعني فلكيه. صحيح، بس برضو احنا محتاجين ندي فرصه للشباب عندنا، احنا بنتكلم على المنتخب الاولمبي وازاي ندي فرصه للمنتخب اللي هو ان يطلع يشارك بره مع المنتخبات اللي بره. أيوة. وازاي نجيب ناس تزود تعمل دورات تدريبيه وتثقيفيه للعيبه وللمدربين، احنا عايزين نطور، احنا عايزين نطور وندي لاعبتنا احنا كمان فرصه. لكن انا مش هتكلم على 16 لعيب محترف ايا كان محترف في الدوري العام او في الدرجه الثانيه، لكن برضو انت هتيجي تبص للدوري الافريقي للعيبه الافارقه هتلاقي اللعيب المميز في نادي الزمالك، في النادي الاهلي، مش هنقول اليو ديانج هيروح يلعب درجه ثانيه، مش ما في انديه مش هتقدر تعمل الكلام ده. لا اليو ديانج ولا معلول ولا برونو سافيو ولا بيرسي تاو، مش مش يعني مش هنقدر نعمل حاجه. بتتكلم على كواليتي، يمكن الاهلي يمكن يكون مش مبالغه يعني، ولا عشان احنا بنتكلم على شاشه الاهلي، لكن الاهلي في صفقات الاجانب عنده يمكن يعني احسن الفرق استغلالا لفكره انك بتجيب كواليتي او بتجيب خامه تستغل فكره الاجنبي في صفوفك على افضل وجه ممكن. النهارده لما تقول معلول، لما تقول ديانج، لما تقول سافيو، لما تقول بيرسي تاو، بتتكلم على كواليتي في حته ثانيه خالص. احنا بنتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعرف يجيب لعيبه كويسه ومش بيجيب لعيبه، يعني احنا مش بنيجي نقول مثلا كل سنه بيجيب 15 16 لعيب ونجيب مدير فني ونغير، لا النادي الاهلي فيه قوام ثابت كل سنه لو احنا شفناها، وانا مبسوط جدا السنه دي ان احنا ما جبناش عدد كبير من اللعيبه، لان احنا فعلا عندنا قوام لعيبه كويسه جدا، وعندنا فرقه لو قعدت كمان سنتين مع بعض، يعني انا بتمناها بقى ان يعني احنا كل سنه بنغير، ممكن السنه اللي فاتت غيرنا 2 مدربين، لا انا اتمنى وجود المدير الفني يبقى موجود سنه واثنين وثلاثه مع الفرقه، هيعمل استقرار كويس قوي، هتدي فرصه ان هو يشوف اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، لان انت كنا لسه بنتكلم انا وحضرتك من شويه في الفاصل على ان انت احنا الدوري في 10 هنلعب 18 19 يعني يعني تقريبا هتلعب 7 او 8 ماتشات، 7 8 ماتشات وهتيجي على الانتقالات، طبعا دي شيء غريب جدا طبعا في الكره المصريه. طيب. ما شفناش قبل كده. ما عندكش وقت، بس دي ميزه على فكره، يعني انا شخصيا زي الجمهور كان نفسي الصفقه الخامسه او الاجنبي الخامس في صفوف الاهلي يبدا معانا الموسم، يقدر يخش مع الفريق من البدايه، يخش في جو الماتشات، ويعني وخصوصا انه انا محتاج الخمسه دي برضو تبقى زي ما بيقولوا فرده تقيله، حاجه سوبر يعني. لكن انا بشوف انه فكره كمان انتقالات، يعني خصوصا الموسم مقسوم ربع وثلاث ارباع. صحيح. انت هتخلص الاتحاد المونستيري، هتوقف افريقيا ورجع بعد كده في فبراير بقى ان شاء الله. هتلعب مباراه سوبر مع الزمالك، وهتلعب 7 8 ماتشات في الدوري حسب الترتيب، الماتشات ما هياش برده ماتشات تقيله قوي. فلما تيجي في يناير لاول مره من 3 سنين بيبقى في تزامن
في سوق الانتقالات في مصر مع سوق الانتقالات بره، ودي بتدي اريحيه في التفاوض، بتدي اريحيه في انك تختار من دوريات مختلفه، وبتدي اريحيه للنادي اللي انت بتشتري منه انه يقدر كمان يعمل صفقه يعوض بيها، فبالتالي التوقيت هيبقى عظيم جدا. بس هم بره لعبوا بقد ايه كم ماتش؟ لا لعبوا كتير. وانت لعبت قد ايه؟ ما طبعا هو التزامهم في الوقت لكن مش التزامهم في عدد الماتشات. تمام. يعني احنا في حته وهم في حته ثانيه خالص. ايوه بس انت برضو يعني انت كان عندك مشكله، انت دايما كنت بتخلص الموسم وسوق الانتقالات بره والانديه اشترت لعبتها وعملت صفقاتها وقدمت قوائمها، فبالتالي عشان تطلع لعيب من هنا تبيعه بره او تجيب لعيب من بره لهنا بتبقى مشكله كبيره جدا. وبرضو يا استاذ احمد اللي انت هتجيبه هيبقى بيلعب. والميزه الاكبر ان انت دلوقتي الانديه اختارت اللعيبه المميزه. يعني لما بتكلم على الانديه مثلا اللي هي الزمالك اختار، لان الزمالك كان عنده مشكله في الخط الهجومي يعني خاصه بعد بن شرقي ما مشي. تقريبا مفيش غيري كان في موجود الجزيري، فالراجل دعم الخط الهجومي بشكل كويس جدا. لكن احنا المصري نفس الكلام، الاتحاد نفس الكلام، كل واحد جاب النواقص اللي عنده. فهتيجي في الانتقالات هتلاقي عدد محدود جدا في الانتقالات، ممكن لعيب او اثنين في كل نادي. أي. احنا في النادي الاهلي قلنا لعيب واحد بس او ثلاثه لعيبه اجنبي واثنين لعيبه مصريين، دول مع اللعيبه المصريه اللي موجودين اللي ارتاحوا. عشان كده احنا بنقول حتى لما نيجي نتكلم على الماتش الاول اللي فات ده هنقول ان اللعيبه لسه بتبدا من اول وجديد، يعني هنقول لسه قدامهم ثلاث او اربع ماتشات وهتشوف اللعيبه بشكل تاني خالص. لسه في لعيبه بتجهز، لسه في لعيبه ما عندهاش ثبات انفعالي، لسه في لعيبه لسه ما اخدتش على جو النادي الاهلي، لكن مع الوقت ان شاء الله باذن الله الامور هتتظبط. لكن انت مش هتاخد لعيب سواء النادي الاهلي او الزمالك او الانديه الثانيه، مش هتاخد لعيب غير جاهز. اتمنى برضو الاهلي خد بالك برضو ان في اسماء كابتن سعيد يعني لسه داخله، يعني لسه هتبقى قوه ضربه على السكواد. يعني لعيب زي بيرسي تاو قرب جدا يجهز ويخش يعني تدريبات جماعيه بشكل كامل، اكيد برضه هيكون ليه دور مؤثر. عمار حمدي لما يرجع، انا شايف طبعاً. عمار الحقيقه لسه طبعا مفيش شك من ناحيه امكانيات الولد، عنده امكانيات هائله جدا، ازاي تستغلها مع مستر كولر وتوظفها هيبقى كهربا نفس الحكايه. طبعاً. كل ده يعتبر اسماء هتدي برضه تقل للسكواد الاهلي بشكل كبير، اوراق كلها مهمه. يعني عشان كده بقول لحضرتك انت حضرتك بتتكلم صح واحنا بنتكلم صح، ان احنا مش بالعدد مش بالكم، لا يعني احنا محتاجين فرقتنا تفضل زي ما هي، الفرقه فيها قوام ثابت. حتى الماتش اللي فات الراجل وهو بيعمل توازن، خمسه لعيبه قدام مع خمسه لعيبه قدام، المغامرات بتاعته هتبقى محسوبه. ايوه الفرقه استريحت كويس قوي، باين على الفرقه ان ان شاء الله باذن الله في تقل. يعني كل ما هيفوت وقت او ماتش او ماتشين او ثلاثه هتحس ان النادي الاهلي بيتغير. انا بقول لحضرتك ان في تحدي قوي جدا من اللعيبه السنه دي، بس هيبقى في عوامل تانية اتمنى بقى انها يعني ترجع يعني زي ما كلها استقيموا يعني كده. الاعلام يرجع تاني الوضع الطبيعي، التحكيم يرجع الوضع الطبيعي زي ما كنا. النادي الاهلي بفضل ربنا قوي جدا بجمهوره. انا ما راهنش بصراحه، ما راهنش وما يعني شايف على انه الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي عليه انه يشتغل على فكره انه لا الاعلام هيبقى منضبط وموضوعي ومحايد، ولا التحكيم هيبقى منضبط. نتمنى انه ده يحصل، يعني ما حدش يكره طبعا، لكن انا هلعب البطولات اللي جايه محليا يعني على اساس انه الامور ما اتغيرتش، وبالتالي بيدي لا بيد عمرو. يعني حتى لو التحكيم ليه سقطات انا قادر كويس جدا انه اسجل جول واثنين وثلاثه، قادر كويس جدا ان انا ما يعني ما حدش يقدر يعطلني او يحط في طريقي مطبات صعبه تخليني اتعطل زي ما حصل الموسمين اللي فاتوا. اصلا اعلام بقى، كان تحكيم، كانت رابطه، كان اتحاد، ما مش عارف انت تتفق معاه ولا تختلف. لا يعني هو كان حاجات كتير جدا غلط السنه اللي فاتت، حاجات كتير جدا كانت سلبيه، لكن مش هينفع تتكرر السنه دي. يعني انا كنت بشوف الفار يعني بيعملوا حاجات بجد يعني بجد تنرفزك انت. لما اكون عايز احسب بلانتي الفرقه برجع اللعب بره، ما بنشوفش كده في اوروبا. يعني في اوروبا الحكم هو اللي بيستدعي الفار، هل دي فيها هو احنا بنعمل عكس. احقاقا للحق من اول ما ظهر اسم كلاتنبرج في المشهد في نهايه الموسم اللي فات حسينا انه في حاجه في اداء مستوى التحكيم عموما، يعني مش هذكر حكام باسمهم، بس حسينا انه في حاجه حصلت للاحسن، يعني في تطور مش المأمول او مش المنتظر، لكن حسينا انه الدنيا لا في اختلاف في الايقاع، في اختلاف في حاجات كتيره جدا. المستوى ختمنا الموسم الى حد كبير جدا. طيب كمستوى التحكيم انا كويس. اللي بهس لحضرتك السعوديه دي، ده الدوري السعودي اللي كان موجود من 3 4 سنين و5 سنين، انا اللي بسال حضرتك. لا ده حاليا طبعا حالياً. لا ليه بقى؟
لا هم عندهم المنظومه كلها اتنقلت نقله نوعيه حلو. يعني قصه ايه النقله النوعيه؟ مش قصه فلوس بس. ايوه يعني في دول كتير جدا عندها فلوس بس ما تقدرش تعمل قوه بطوله قويه، وفي ناس على فكره عشان الموضوع برضه في ناس ما عندهمش الامكانيات الماديه اللي ممكن تكون موجوده في الخليج وعندهم مسابقات منضبطه جدا لكن وقويه جدا. اوكي، بس انا بتكلم على السعوديه ان أي. الدوري كان زي الدوري بتاعنا أي. تقريبا متشابه. بص عدد المحترفين الموجودين، مش اي محترفين. التحكيم الاول كانوا اجانب وبداوا يعادوا الحكام اللي هي السعوديين يتفرجوا وياخدوا دورات تدريبيه، ده اللي احنا بنطالب بيه هنا، لان الوضع فعلا يعني في حاجات كده. انت حتى لما تقول النهارده الحكم ده لا يحكم انت بتخاف. لا، الموضوع ده المفروض ينتهي من مصر خالص. الفار كله اجانب اللي موجود جوه، فشكل الدوري السعودي دلوقتي انت بتبقى مشتاق ان تشوف الهلال بيلاعب الاتحاد، مش عارف مين بيلاعب مين. لكن هنا انت بتستنى الماتشات القويه بتاعتنا، مين؟ اهلي الزمالك، وبنجيب حكام اجانب. بيراميدز نفسه بنجيب حكام اجانب. طب ليه احنا ما بنبقاش في نفس المستوى؟ عايزين حته المحايده تبقى موجوده. امبارح بنتفرج على ماتش الارسنال امبارح والليفر ليفربول، محايده يا استاذ احمد في كل حاجه. الجمهور، نص الملعب، الملعب، شكل تيشيرتات اللعيبه، الاجواء نفسها اللي موجوده، تحس انت ماتش الدوري الانجليزي من 20 سنه مثلا او من اكتر شويه حاجه بسيطه ما كانش حد بيتفرج عليه خالص، مش يعني ما كانش حد بيتفرج عليه. صحيح. يعني وما كانش في نجوم بتحب تروح تلعب في الدوري الانجليزي، وكانت مقاسي بتحصل وملاعب سيئه وكره مش ممتعه وجماهير عنيفه. النهارده 20 سنه بس بقى اهم بطوله او اهم دوري على مستوى الكوكب. طيب هنخش في حته ثانيه، لان بره في التزام، التزام مادي مع اللعيب، بياخد من فلوسه قبل الدوري صح كده، فبالتالي انا بستمتع وبمتع جمهور. لكن هنا في مصر العكس، ممكن اللعيب هنا الاول يجي يلعب، بعد كده نلاقي في مشاكل ماديه للعيب، فبيضطر ان هو معلش دي مهمه قوي والله، مشاكل ماديه ومشاكل الاجهزه الفنيه لا وبنرجع بقى نخش في حاجات بقى. عشان الحته دي مهمه جدا، بتلاقي في معظم مش في الاهلي والزمالك، لان في انضباط او في الانديه الكبيره. لكن في انديه ثانيه بتلاقي مثلا معروف 11 لعيب، مجرد ان يتعرفوا قبل الماتش بيوم او اتنين بتلاقي في لعيبه زعلانه او مش زعلانه، معلش اصل انا زوجتي بتولد، اصل انا امي تعبانه، اصل انا، فبتحس ان الدنيا بتبعد وتلاقي في مشاكل في الانديه دي. وده سبب من الاسباب اللي بتخلي فرق كتير بتنزل بتوعها. طيب ارجع معاك لكوره الاهلي، ازاي بدايه شفت او قريت مارسيل كولر في ال، انا عارف انها مجرد يعني انطباعات لسه طبعا، الاحكام لسه او التقييم الحقيقي لكولر انا متفائل بيه جدا جدا، واتمنى ان شاء الله انه يبقى عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، وبدايات الراجل مبشره الحقيقه. في كذا حاجه كده يمكن انا شفتها بس عايز اسمع رايك، قريت ازاي مارسيل كولر في مباراه اتحاد المنستير؟ هو مدرب هادي يعني، يعني باين عليه ستايل ان هو ستايل هادي جدا، كتوم. ايوه. مش بيحب يتكلم كتير في الاعلام، ودي ميزه. بدايه المباراه اللي فاتت انا شايف ان هو عمل توازن جميل بين اللعيبه القديمه، زي ما بنقول خليط بين القديم واللعيبه الجديده. طبعا وجود توفيق في حته الباك رايت حاجه جميله جدا، الحمد لله طبعا رجعنا بالسلامه، وتوفيق من اللعيبه اللي هي يعني دايما حتى في المنتخب، لان طبعا هو كمان بيلعب ديفندر كمان، فعنده الحته الانتحاريه، فادى في حته البكره دي بشكل كويس جدا. شفنا عمل توازن في نص الملعب بين، هو الناس تلاقى ان احنا كنا بنلعب 4-2-3-1، لكن احنا عندنا السوليه من اللعيبه اللي هي بتكمل ورا صافي، وزي صافي بالظبط بيكمل في البوكس تو بوكس، يعني ممكن يبقى موجود فيرو تاني، فممكن الشكل يتقلب 4-1 4-1 او 4-3-3. هو عنده مرونه زي ما قلت لحضرتك، وده اللي كنا بنتكلم عليه، عنده لعيبه عندها مرونه. طاهر عنده سرعه، عبد القادر عنده مهارات، سافيو عنده مهارات، حتى اللعيبه اللي نزلت لو حضرتك شفتها شادي وسافيو كاول ظهور ليهم شفتهم ازاي؟ شادي، انا قلت لحضرتك كنت بتمنى وجوده في النادي الاهلي، وانا بدرب في الدرجه الثانيه، يعني ده الكلام ده من 3 4 سنين وهو في سيراميكا في الدرجه الثانيه. اولا لعيب مميز، لعيب عنده رؤيه، لعيب هداف، بيحب يلعب على الجول كتير، لكن طبعا هو لسه رهبه النادي الاهلي، اول ماتش ليه بطوله افريقيه، هو كان بيحاول يعني يعمل كل حاجه، فبيحاول ينزل تحت كتير، او ممكن يكون تعليمات ان هو ينزل عشان يفضل الناس الثانيه. زي ما بنقول بنشوف في اوروبا كده الفرودين ممكن يبقوا على خط واحد او واحد تحت واحد، شفنا سافيو بيروح، شفنا السوليه بيروح، بقى في مرونه، ده ما كانتش موجوده في النادي الاهلي. طبعا عشان اللعيبه كانت مرهقه وكان حاجات كتير، لكن دلوقتي الحمد لله اللعيبه فريش،
حتى اللعيبه اللي نزلت هتلاقيها على نفس المستوى. قفشه نازل عايز يثبت ان هو احسن من سافيو، حسام نازل مش عارف شريف عشان، فتحس ان لا بقى في تنافس قوي. اللعيبه اللي موجوده لعيبه ربنا يا رب يحفظهم من الاصابات كلهم كل اللعيبه طبعا. انا بقول برونو سافيو، انت قلت على شادي وبرونو سافيو. لا انا ده انا 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 عاجبني حتى من الفيديو لما شفته، حاجه روعه يعني. ان شاء الله اتمنى يا رب ربنا يبعد الاصابه عنه. وعلى فكره بيرستاو كمان عشان بس هي اصاباته كتيره، لكن لعيب ابن لذينه يعني، لعيب انا بتهيألي انه خد وقته وزياده يعني. الجهاز الطبي في النادي الاهلي قرر ان يدي بيرستاو الفرصه الكامله لاستعاده يعني جاهزيته بشكل كامل. ما كانش فيه اي مغامره، ما كانش فيه اي استعجال لغايه لما يطمنوا عليه. وبدايات بيرستاو الحقيقه والسيفي بتاع بيرستاو، انا يعني بيرستاو دايما بشوفه. سيبك من قصه بلجيكا وانجلترا، صحيح انا بيرستاو اتفرجت عليه مع جنوب افريقيا، نسخه امم افريقيا الجنوب افريقيا اللي كانت بتلعب عندنا في مصر. جنوب افريقيا فيها خرجتنا. لو اللي يتفرج على ماتشات جنوب افريقيا في البطوله دي هو بيرستاو، هو منتخب جنوب افريقيا. صحيح يعني، صحيح. يعني هو بيرستاو هو منتخب جنوب افريقيا. لا هو احدث الفارق كتير مع النادي الاهلي في ماتشات كتير جدا. لكن انت بتحط واحد، معلش، مع يعني واحد مع 9 لعيبه مجهدين، فمش هتقدر تحاسب حد يعني. انت كل ماتش في النادي الاهلي السنه اللي فاتت بنلاقي بنقول يا رب، احنا بندعي عشان نقول يا رب حاله الفرقه تبقى كويسه، لكن اللعيبه اللي موجوده لعيبه كويسه. احنا استرحنا كويس، معانا مدير فني على مستوى عالي جدا، عندنا ما شاء الله مكان اللعيب 2 و3 موجودين دلوقتي جاهزين، عندنا مرونه الحمد لله في التشكيل. انا بقول للنادي الاهلي ان شاء الله السنه دي باذن الله تعالى، والله مش هنحتاج لحد غير ان نقول يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى. هو هنحتاج برضه يا كابتن سعيد، والله هنحتاج بس حاجه كده ما حصلتش ان شاء الله. يعني الرهان باذن الله على ميركاتو يناير ان شاء الله باذن الله. ولسه الاهلي كان بيفكر في تحت السن، يعني في تحت السن ان شاء الله كمان يبقى في تحت السن، طبعا مش مرتبطه بيناير، تحت السن تحصل في اي وقت. تمام، حقك انك انت تشتري وتأيد في اول، اعتقد متحدد لها في اول كل شهر كل تقريبا. شهر فبالتالي من حقك تشتري. فانا راهن على حاجه تحت السن وحاجه فوق السن تبقى ما ودي تبقى اضافه يعني. طب وليه ما ناخدش دي كفكره ونبني عليها، ان يبقى النادي الاهلي عنده منتخب امل بنفس السن ده، حتى لو من بره. على فكره ده ممكن، بس مش يبقى كوره، ده ممكن يبقى بيزنس كمان. ما هو بيزنس يعني، فكره انك انت تطلع المواهب دي تستفيد بيها سنتين ثلاثه وتصدر وتجيب. طب هجيب انا بس احنا عشان بس نبقى متفقين، احنا هنجيبهم من بره مش شرط من مصر. بره طبعا، تمام، بره. ونجيب لهم مدرب اجنبي. حتى اللي جم من مصر يا كابتن سعيد، يعني هو رشدان ودي بيس دول ما يعتبروش. صحيح. وشفناهم. صحيح. رأفت خليل. صحيح. انا شفتهم الحقيقه مع منتخبات مصر الاولمبيه والشباب. لا لعيبه تراهن عليها مستقبل كبير جدا. والله ده مشروع وبزنس. انت اول كلام حضرتك بتتكلم على الاستثمار، ده جزء من الاستثمار. لو ونجيب لهم مدير فني اجنبي خاص بيهم، محمد غزال اللي جاي من الترسانه. غزال انا اتفرجت عليه كده هايلايتس طبعا يعني. كويس. انا يعني ما اقدرش احكم لعيب عنده كوره عشان هو احترف بره. فعنده ثقه. غزال لعب بره. لعب بره طبعا. فهو عنده، ما اعرفش ان هو جاي من يعني انتقال حر من الترسانه. لعب بره، فهو عنده الشخصيه وعنده الثبات الانفعالي وعنده القوه وعنده قوه بدنيه عاليه جدا. احنا لازم عندنا حاجه زي كده وتبقى مميزه كمان على فكره. مش ده بالعكس، انت ممكن تصدر لعيبتك انت بره يعني. انا ممكن اللعيبه من عندك انتقلوا الانديه تاني بره في اوروبا، هتستفيد ماديا، مش هتشتري لعيبه، بس لازم تجيب لهم مدرب يبقى على نفس النهج المدير الفني اللي هو. صحيح. في الدرجه الاولى. طيب نروح لماتش السبت قبل ما نروح لماتش السوبر. هعدي معاك على ماتش السوبر لو انه لسه بدري شويه والاهلي بيفكر دايما خطوه بخطوه. بس ماتش السبت شايفه ازاي؟ وايه اللي انت ما شفتوش في ماتش الذهاب تتمنى تشوفه في ماتش العوده؟ اولا هو الماتش اللي فات طبعا احنا يعني مش عايزين يعني، كانت القرعه دايما زمان معودانا ان احنا بنلعب فرق من افريقيا. وفرق افريقيا دايما يعني معظم مش بيبقى مهتم يعني. ممكن نلعب ماتشين هنا الذهاب والعوده زي الزمالك كده بيلعب ماتشين الذهاب والعوده هنا في القاهره. لكن يعني وقوع القرعه بتاعتنا احنا مع شمال افريقيا بتبقى صعبه، خدت من فكرك شويه. انت عارف انت ما حصلتش. انا بستعرض قبل كده يعني، بس استعرضت مواجهات يوم الماتش، استعرضت مواجهات او الحلقه اللي قبل الماتش مواجهات الاهلي في الدور ال 32 كلها مع فرق افريقيه. ما حصلش انه الاهلي قابل فريق تونسي، اي فريق تونسي في الدور ال 32. طيب يعني دي جديده من نوعها. فطبعا خلتك انت بتاخدك انت في حته ثانيه اللي هي بقى انت رايح كانك هتلعب الترجي. ايوه. الجمهور والحماس وشمال افريقيا والكلام ده. لكن احنا طبعا فرقه يعني بس يبقى الحقيقه انه نتائج الفرقه بتقول ده يا كابتن سعيد. انت بتتكلم على فرقه تفوقت على النجم الساحلي، على الصفاقسي،
على الافريقي التونسي، وكانت قريبه جدا من الترجي يعني، كانت براس براس زي ما بيقولوا كده لغايه، فيعني هنقول انها فرقه كويسه، لكن احنا مش عارفين النجم بقى فين دلوقتي. ما هو مش هو النجم دلوقتي، مش جاست فاكس بتاع زمان، اختفوا. فاكيد في حاجه برضه هتلاقي في لعيبه، في امكانيات، في لكن وجود فرقه من افريقيا لازم تعمل لها اهتمام. تمام. فانا شايف انها فرقه كويسه. مش طيب عندي ملاحظتين على التشكيل وعلى التغييرات، هاخدهم معاك بس بعد ما نستعرض جزء من رسائل الجماهير النادي الاهلي. انا بتهيألي انه وانت بتهيألي بتقابل الاهلاويه كتير وبيكلموك يعني معظم الاهلاويه ان لم يكن كلهم مبسوطين طبعًا بالاداء طبعًا وبالشكل اللي ظهر على النادي الاهلي قبل النتيجه. تمام. تعال نشوف رسائل جماهير النادي الاهلي لفريقنا قبل ماتش السبت ان شاء الله. يوحنا تقي تقريبا، البدايه موفقه وعليكم التكمله والتركيز في الملعب واحراز اهداف من انصاف الفرص المتاحه والدفاع عن عرين الاهلي وبالتوفيق. محمد سيد حجاج، كونوا على قدر المسؤوليه بره او جوه مصر، العب رجوله للفوز مش للتعادل. الاهلي طول عمره بيلعب للفوز يا محمد، واستعاده اللقب فرحه جمهوركم ونجاح مجلس الاداره. خالد عبد العزيز، باذن الله قادرين على التاهل لدور المجموعات، وان شاء الله الفوز بالبطوله يكون ال 11 الافريقيه في القلعه الحمراء، اهلاوي وافتخر ان شاء الله باذن الله تكون موسم ال 11 ده. روجي عمرو بتقول بالتوفيق للجميع ان شاء الله 11 راجل في الملعب، اصرار دائما على المكسب. مجد زعيد، انتم رجال الاهلي ارفعوا رؤوسنا وفرحونا بالفوز، احنا بنحب الكيان العظيم اعظم نادي في الكون. عايز اقول حاجه ارتباطا بالرساله دي بس بعد ما استعرض جزء من رسائلكم. محمد رجب، كنتم رجاله ومش طالبين منكم اكتر من كده، واللي يلعب لنفسه ملوش مكان في قلبنا. طيب القصه على فكره، وده احساس عام يعني، ده انطباعي انا الشخصي عن فكره انه جماهير النادي الاهلي محتاجه انكم تردوا عليهم على كل واحد فكر انه يقلل او انه يستفز جماهير النادي الاهلي في الفتره الاخيره. في اوقات كتيره جدا كنت حاسس بتقدير وبتفهم، في وقت لما خسرنا بطوله الدوري بفعل فاعل حسيت انه الناس فاهمه ايه اللي حصل، وحاسه انه ممكن يبقى في تقصير عندنا، لكن في كمان عوامل خارجيه اثرت في ضياع اللقب. لما وصلنا لنهائي دوري الابطال وما حققناش اللقب برده كانت الناس زعلانه على ضياع اللقب، وخصوصا انها كان نفسها في لقب ثالث على التوالي، بس كانت فاهمه كمان الكمين اللي اتعمل للنادي الاهلي. احنا مرينا بكميه اكمنه، منها اللي في كاس العالم ومنها اللي في بطوله افريقيا، وكل الاتحادات الحقيقه يعني موسم من أسوأ المواسم، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، اتحاد مصري، كلهم كان ليهم سقطات للاسف شديد مع النادي الاهلي. اولا الرسائل الحمد لله مبشره المره دي عن المره اللي فاتت خالص، الناس كلها متفائله، ودي الحمد لله ميزه. هي جمهور النادي الاهلي هيظل ويعيش هو اللعيب رقم واحد. فانا شايف ان المره دي الحمد لله متفائلين، عندنا فرقه قويه والله، بنطمن الناس بجد جدا جدا، فرقه جداً قويه جدا طبعاً. والله ما يخافوا خالص يعني، حتى الشكل والكلام ده انا مش عايز اتكلم على خصوم او اتكلم على تحكيم. انت الفريق الوحيد، الفريق الافريقي الوحيد اللي داخل في قائمه الافضل او اعلى الفرق الانديه العربيه تسويقيا. تمام. يعني فسكواد الاهلي ده من غير حتى ما تكمل الميركاتو، ميركاتو الاهلي لم يكتمل. تمام. ده شيء معلن وشيء معروف للجميع، الاهلي لم يكمل سوق الانتقالات بتاعه وفي انتظار ميركاتو يناير، وبالتالي حتى رغم انك ما كملتش الميركاتو بتاعك ما زلت داخل قائمه اولا نمره واحد على مستوى قاره افريقيا. سكواد الاهلي هو الاعلى من ناحيه القيمه التسويقيه على مستوى قاره افريقيا وجوه افضل 10، وانتوا عارفين طبعا الامكانيات الاقتصاديه الكبيره جدا والتمويل الصفقات اللي بيحصل فيه الانديه الخليجيه، ورغم كده الاهلي داخل في افضل الانديه العربيه تسويقيا والوحيد اللي بيمثل قاره افريقيا. اكيد عشان كده احنا قلنا النادي الاهلي ما بيجيبش اي لعيب، يعني النادي الاهلي بيجيب اللي هو بيحتاجه بس. انا شايف الحمد لله في تفاؤل، عندنا يقين في ربنا سبحانه وتعالى، الشكل هيتغير ان شاء الله باذن الله. يعني ده موضوع يعني بجد لازم الناس تطمن، عايزين الجمهور يرجع تاني يساند النادي الاهلي، والناس اللي بتحب النادي الاهلي ترجع تاني، لان كان في برضو شويه حاجات كده بنتكلم بقى على الميديا والحاجات دي كانت مبوظه الدنيا شويه طبعا، وناس كتير كانت بتتحدى النادي بس الاهلي. الفوز اللي عمله الاهلي في ماتش الحد اللي فات قطع الطريق، يعني حسيت انه في حاله تحول
على صفحات السوشيال ميديا بانت. بعد بانت وان شاء الله باذن الله مباراه السبت باذن الله تعالى. احنا برده كان عندنا مشكله الماتش اللي فات، الملعب ما كانش ارضيته صحيح. جيده، مقصر شويه، مقصر شويه، هو ممكن يكون شكل بس، لكن الملعب لا مصبات كتير، الكره مش بتمشي مستويه، وطبعا دي بتاثر على لعيبه النادي الاهلي، لان انت عندك لعيب الكوره، انت عندك دلوقتي صافي ده بيكلم الكوره، فانت عندك عبد القادر لازم الكوره تبقى كنترول في رجليه، فالشكل هيتغير مليون في الميه ان شاء الله باذن الله، باذن الله تعالى مع نتيجه ايجابيه، وان شاء الله تحصل نتيجه ايجابيه باذن الله تعالى اكبر من واحد باذن الله تعالى، الناس هتاخد ثقه. مين اللي هيدي الجمهور الثقه؟ اللعيبه. ومين اللي هيدي الثقه اللعيبه؟ الجمهور. الاثنين ما يقدروش يستغنوا عن بعض. صحيح. لازم يبقى في التوقيت ترجع تاني ان شاء الله. وانا شايف ان احنا والله ما عندنا مشكله في اي حاجه من اول حراسه المرمى لحد لا خالص الفراوده، احنا والله ما عندنا مشكله بالعكس في اي حاجه. كل مركز فيه نجم واثنين وثلاثه، وان شاء الله باذن الله قادرين يمثلوا الاهلي بافضل شكل ممكن. الملاحظتين بقى اللي قلت لك عليهم، واحد التشكيل الاساسي اللي بدا بيه كولر الماتش اللي فات، 5 لعيبه بيشاركوا في التشكيل لاول مره بيلعبوا جنب بعض. عبد المنعم جنب متولي جنب اكرم، انت عارف اكرم اتصف البطوله، اكرم اتصف بطوله افريقيا اللي عبد المنعم شارك فيها وبعد كده رجع النادي الاهلي، فهو جه بعد ما اكرم اتصاب. متولي مع منعم اول مره يلعبوا مع بعض. صحيح. وبرونو سافيو وشادي حسين قدام، فانت بتتكلم على 5 لعيبه من اصل 10 في الملعب بيلعبوا مع بعض لاول مره. شفت ده ازاي؟ نمره 2 تغييرات كولر اللي في التوقيت، كتير من المدير الفنيين ممكن يقول لك الماتش ماشي تعادل فتمام جدا نقفل بقى، قرر انه يعمل تغييرات كلها هجوميه مجازفة. شفت ده ازاي؟ أولا الملاحظتين دول ازاي؟ اولا حته ان هو بيحط 5 جداد مع 5 قدام، ده مش شيء ما يضرش، مفيش مغامره يعني؟ لا ما فيش مغامره، لان انت بتتكلم عن النادي الاهلي استاذ احمد، النادي الاهلي نادي كبير، واللعيبه الخمسه القدام اللي موجودين 5 تقال جدا، فانت بتتكلم على متولي دي هنقول عليها علامه استفهام كويسه مش وحشه، لان الراجل كده الواضح ان هو بيدي حق اللعيب طالما انت بتتمرن كويس ممكن تبقى موجود، لان متولي السنه اللي فاتت ما شاركش بشكل كبير. لا هي مش قصه كمان مستويات اللعيبه، فكره الانسجام هنا اكتر من، يعني متولي انا بشوفه واحد من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر، وعنده كوره، انا بحب المدافع دايما اللي عنده كوره كابتن سعيد، فمتولي، لكن فكره الانسجام، فكره انك انت في مباراه صعبه في دوري ابطال بره ملعب جمهور، فتدخل لعيبه لاول مره بتاع مع بعض، هي دي قصه يعني. ما هو هي فتره المعايشه اللي قبل الماتش كانت كويسه. سرد باك في العموم يعني مش هياخد منك وقت طويل، لان طالما هو لعيب كوره اساسا فمش هياخد منك وقت طويل. هي القصه كلها في القصه الهجوميه، الربط اللي بيحصل بينهم. انا شايف ان ديونج يعني انا عشان انا بحبه جدا وبعشقه يعني، معاك على طول حاجه معاك. يعني ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات يا رب. لعيب رقم 6 بينزل لوحده مع زياده الترفيه بشكل كويس، عوده توفيق طبعا حاجه ايجابيه مع معلول، وزياده السوليه مع سافيو ونزول شادي، بقى عندك دلوقتي تقدر تروح بثلاثه فروده من العمق مع الطرفين مع زياده باك من الباكين، وعندك سرد باكين لعيب الكوره. هي الميزه في مرحله الانتقاليه اللي هي لما انت بتعدي نص ملعب الفرقه الثانيه، كنا بنشوف فجوه بين خط الدفاع، وده حصل السنه اللي فاتت بين المدافعين وبين خط الهجوم. لا دلوقتي احنا الكره بتعدي نص الملعب مع سافيو ومع شادي، بتلاقي الاثنين سرد باكات بقوا موجودين عند نص الملعب، ودي ميزه. ازاي الراجل في اسرع وقت يقطع الكوره، وازاي في اسرع وقت يبدا يلعب. واحده من الحاجات الايجابيه جدا اللي حصلت للاهلي على استعاده الكوره مره ثانيه في الماتش ده كانت واضحه جدا بشكل كبير. دي بتعتمد على القوه، لان هو الراجل الظهر يعني في الحته البدنيه كويسه جدا، ودي اللي كان يعني يمكن ده اللي بيميز الدوري الانجليزي، القوه، ان ازاي الكره اتقطعت هنا في اقل وقت تقدر تجيبها. اما بالنسبه لحته التغيير ففي الدقيقه 77 تقريبا اي مدير فني شادي وشريف حسام وشريف وقفش اي مدير فني في اي مباراه يقول لك انا خاصه في بطوله، لو بطوله الدوري انا كده نوك اوت مش دور مجموعات يعني. دور مجموعات خدنا بونت، خدنا 2 بونت، خسرنا 3 بونت، اقدر اعوض في ماتشات ثانيه، لكن ده نوك اوت مش هتلحق، مش هيكمل ومحسوب عليه البطوله طبعا. ولسه بياخد انطباع، عشان كده احنا بنقول حتى انطباعات الجمهور فيها اريحيه. لا الراجل انا بحب المدربين المجسفين جدا طبعا. دي 77 بيعمل 3 تغييرات هجوميه، مش راجل مش بيدافع مش خايف. ليه؟ لان هو شايف ان الفرقه مش بتهاجمك بالشكل اللي هو الشرس اللي تقدر ممكن تجيب فيه الجول، فعنده المجازفات كلها الهجوميه. وانا قلت لحضرتك انت بقى عندك البدايل، ممكن تعمل تغييرات جوه الملعب. انا شايف الحمد لله احنا مطمئنين للراجل، بيحضر سيناريو المباراه، ودي ميزه. في مدربين على فكره والله كتير جدا في مصر، مش عايز اقول اجانب ومصريين،
بتنزل ماتش وانت حسب اللي بيحصل بتبدا تفوق، دخل فيه جول بتبدا تغير او او او، لكن الراجل ده يبين ان هو عامل لنفسه سيناريو، حاسب الوقت بالظبط اللي هيحصل. دقيقه 77 اللي هو اخر ربع ساعه ده، دي مجازفه محسوبه، عايز يثبت للناس ان هو لا انا اقدر اعمل مجازفه في اي وقت، واحنا وراه يعني، احنا وراه لان هو عنده الادوات اللي تساعده وتنجحه. فبنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. اللي تتمنى سريعا جدا تشوفه في ماتش العوده من فريق النادي الاهلي؟ اتمنى عوده الجمهور رقم واحد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كامل العدد. يا رب. اتمنى ان شاء الله فوز الاهلي باكثر من هدف. عوده الكابتن محمود الخطيب بالسلام ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن سعيد. شكرا. سعداء بوجودك معنا النهارده، استمتعنا بيك، ونتقابل قريب ان شاء الله ونحتفل بمزيد من صالات والعروض القويه، وكل التوفيق لرجالتنا في مباراة الاتحاد المنستيري اللي جاية. يعني أعتقد أن البداية كانت ولا أروع، ومستنيين أفضل حقيقة في الفترة اللي جاية مع دخول اللعيبة في فورمة المباريات ووصول المستوى البدني وقدرتهم على ترجمة أفكار مستر كولر. أعتقد أن الأهلي هيظهر بشكل الموسم ده في أفضل حالاته. بشكر حضراتكم على المتابعة، بشكر مرة تانية كابتن سعيد عبد العزيز على تشريفه لنا في السادسة، وبكرة على كل خير نتقابل حلقة جديدة والسادسة. تحياتي لكم.